السلام عليكم. الموضوع لامين يامال كان واضح منذ البداية. الأب ديالو الشهر اللي فات راه كان مشى هجم على واحد الحزب كيرفض انخراط مهاجرين في المجتمع الإسباني، وحيث كانوا رافضين ولده يلعب مع إسبانيا. السيد كان حالف حتى ولده يلعب في إسبانيا، وراه هادشي اللي كاين. الأب ديال أمين يامال ولا لامين يامال غالبا مقتنع ان المسيره ديال ولده غادي تكون احسن اذا كان اللاعب يعني لاعب دولي اسباني وليس مغربي، وهذه الفكره هي اللي كانت عند منير الحدادي وابراهيم افلاي وبو الحروز وغيرهم الكثير. اللي نسى والد لامين يامال او امين جمال او تناساه ان صح التعبير هو أن أشرف حكيمي وحكيم زياش والمهدي بن عطية ونصير مزراوي سفيان مرابط يوسف حجي مروان شماخ يعني وغيرهم الكثير كلهم رفضوا اللعب للدول الأوروبية ولعبت لأسود الأطلس، ومع ذلك داكشي لم يؤثر على المسيرة ديالهم. عموما نتمنوا الخير لهذا الطفل وما يخرجش عليه الأب ديالو، ويبقى تابع لوكلاء الأعمال اللي كيضربوا غير على مصلحتهم لا غير، كما الأب ديال نيمار يعني خرج على ولده حتى هذا في نفس الطريق غادي، وهذا غادي يكون أسوأ. علاش؟ لأنه الدري مازال عندي الله عنده 16 عام وداخل في هذه المتاهات، يعني راه ضروري غادي تأثر الدري نفسيا، خصوصا أنه مازال عنده 16 عام ماشي بحال نيمار. نيمار انتقل حتى تكبر شوية، هذا مازال عنده 16 عام والأب ديالو جالس كيتاجر فيه. عموما كنتمنوا الخير لهذا الطفل وما يخرجش عليه الأب ديالو، يبقى تابع لوكلاء الأعمال اللي كيضربوا غير على مصلحتهم لا غير. الفرق بين المغرب وإسبانيا أول خطأ من ولده غادي يبدأ يسمع هتافات عن عنصرية، ولبن لاعب اسباني غير قريب ليه في المستوى غادي يحيدوه ويحطوا بلاه وحطوه ولد بلادهم، عكس المغرب اللي غادي كتبقى بلاده مهما حصل غادي يديروا الجمهور المغربي فوق راسه. خير دليل هو المعامله الخاصه اللي يحظى بها زياش في المغرب، واخا يكون المستوى ديالو ناقص دائما الجمهور كيطالب زياش يكون حاضر. علاش؟ على الموقف ديالو، يعني الموقف ديالو ضد هولندا كامله منتخب الهولندي والصحافة الهولندية كلشي كيهجم عليه، رغم ذلك ما تأثرش واختار المنتخب المغربي.